السلام عليكم خالتي وخواتاتي في فيديو جديد. المرة هذه بعد غياب طويل يا خاوتي، سلسلة مهمشون تعود إليكم. اليوم كما راكم تقراو في العنوان يا خاوتي، الفيديو على فخر المدافعين، قاهر الأهداء والمنافسين، مدمر الحراس ومرعب المدربين، الأسطورة هاري ماغواير. اللي ما يعرفش شكون ماغواير، are you serious حبيبي؟ إذا ما تعرفش صح بلاستيك في الكوزينة حبيبي. من الاخر خاوتي اللي ما يتبعش بارون ماشي راضي. المفيد هاري ماغواير المولود في 1993 فيه 1.94 ويوزن قريب 100 كيلو، سيمي رومورك ماشي بنادم. المفيد هاري ماغواير لوموند بدا يكتشف فيه في ليستر سيتي اللي جا ليهم في سنة 2017، وهذاك الوقت ليستر شراوه ب 12 مليون، وكان الله يبارك كان يقدر في مستويات فريكبار، كان يماركي البيوت، كان ديفونسور شيكور، كان حجر اللور. هاد الشيء اللي خلاه في عامه الاول مع ليستر يعيطولو يلعب في الانجليز تحت قيادة ساوثغيت. خالتي ساوثغيت هذا رايح في ماجر اقسم بالله، والله ما على بالو واش راهو يدير. السيد عنده لي ميور جوار تاع البريمير ليغ ما دار بهم والو، تيتر ما عنده، اكبر انجاز ليه خسر فينال كوب دوروب. المهم بعد هذاك السمير كاع اللي دارو خونا ماغواير، الفريق العريق مانشستر يونايتد كان خاصهم ديفونسور، كان خاصهم حجر اللور، كان خاصهم صخره تاع دفاع، كان خاصهم محارب. خلاص ما تحمسش، اما راحوا ساوموا كوليبالي رئيس النادي تاع نابولي هذاك الوقت اللي هو دي لورينتس، قال لهم تحت 70 مليون والله ما تدوه، شغلو يبيع في بيكانتو. هنا الرؤساء تاع مانشستر يونايتد اذكياء وهاربين على زمانهم، عندهم الاي كيو عالي بزاف. قال لك يا ودي كوليبالي واحد من افضل قلوب الدفاع في العالم وغالي، تما يسقى منا بزاف، علاه ما نروحوش نجيبو واحد ماشي معروف وببري مليح. راحوا ديريكت ساوموا ماغواير. الرئيس تاع ليستر هذاك اللي مات قال لهم 80 مليون يروح. الرؤساء تاع يونايتد خدمت لهم، قال لك مادام الجوار هذا غالي على كوليبالي معناتها مليح عليه، وزيد يلعب في المنتخب الانجليزي تسمى قوه. راحوا شراوه وما خموش كاع. وشكون كان المدرب تاع اليونايتد في هذاك الوقت يا خاوتي؟ سولشاير. زوج كوارث فريق واحد، سولشاير وماغواير، شو نفس القافيه. اصلا التكتيك تاع سولشاير هذاك الوقت يقول لي جوار نلعبوا كيما تعرفوا. المفيد داروا فتره تاع تحضير قبل الموسم، لحقت الشامبيونا الماتش الاول في الشامبيونا كان كونتر تشيلسي، اليونايتد ربحت 4-0 وماغواير دار ماتش اسطوري ويقلع تطبيل يا خاوتي. افضل مدافع في العالم مانشستر هاد العام راح تكتسح اوروبا، التطبيل تخلطت. ومن بعد لعبوا كونتر ولفرهامبتون داروا 1-1، حصلوها في الاربيت وقال لك هو اللي حقرنا. الماتش اللي موراه كونتر كريستال بالاس خسروا 2-1. ساوثهامبتون 1-1، ويست هام 2-0، نيوكاسل 1-0، بورنموث 1-0. خلاص هنا قال لك يا ودي خلاص، اليونايتد هادي ماشي ايكيب، الدفاع خرده. وحتى لهذيك اللحظه كانوا مازال ما تحلبولوش، خاطش الكيبا كاع مهابل، فيل جونز، لاندلوف، مارسيال، واحد ما يصلح، تسمى ما كانش باين باللي هو الحمار في ليكيب. حتى لحق الماتش تاع شيفيلد يونايتد، وفي هذاك الماتش اليونايتد كانوا خاسرين 2-0، حتى داروا ريمونتادا خرافيه، الماتش ولا 3-2، ولي جوار كاع داروا اللي عليهم باش السكور يلحق 3-2، ابار واحد الانسان ما بانش حسو كاع، الانسان هذا 90 دقيقه ما بانش حسو. لحقت الدقيقة 90 يا خالتي، هنا كن أو لا تكن، هنا يبانوا الرجال، هنا نورمال الدم يصير. المدافع هاري ماغواير إنسان يدير 80 مليون، إنسان محارب. الفارق الخصم دار توزيع على الزهر. تيرا برك، كونترولها لاطاكون في وجه ماغواير. دوكا ماغواير في هذه اللحظة عنده حل واحد، واللي هو ما يخليش المهاجم يتيري، وهذه حاجة فري سهلة. ما عليك غير تحط روحك وما تخليهش يتيري، هذا ما كان. مي هنا الأسطورة ماغواير قرر يدير رقدة التمساح. نعم خاوتي رقدة التمساح، الرقدة هذه يا خاوتي محرمة دوليا، داروها في العالم زوج برك اللي هو هاري ماغواير وشاوشي. بقات 10 دقائق في كرة القدم، كل شيء ممكن يحدث فيها. شاوشي دارها في الماتش تاع سلوفينيا. هنا الخصم يسجل هدف التعادل في الدقيقة الأخرى من المباراة، ومنه وروح كانت انطلاقة الميمس تاع هاري ماغواير. المدافع هذا يا خاوتي ما يعرفش يدافع، ما يعرفش يباسي، ما يعرفش يجري، وزيدي ماركي كونتر بارتو.
دوك يا خاوتي انا ما نحكي لكمش كاع واش دار خاطر هذا الفيديو يجي فيه ساعه. نروحو ديريكت لليونايتد كي جا ليها الدون. هنا بدايه الضحك خاوتي من العوام اللي فاتوا كاين زوج لي زيكيب برك يعيطوا لهم فرق الضحك، بارسا واليونايتد. المفيد بعد الدوامه اللي دخل فيها اليونايتد اللي سبب فيها واضح بزاف اللي هو المدرب وماغواير، الاداره كان عندها حل شباب، حل اي انسان يخمم فيه، واللي هو تحاوز المدرب وتجيب مدرب شيكور باينه. مي الاداره تاع اليونايتد عندها في الراس، الاداره تاع اليونايتد قل الاداره تاع مولوديا، راحوا جابوا كريستيانو زعم المنقذ وهما لونترينور ما عندهمش، والمشكل نجحت لهم خاطر صح كان المنقذ السيد ماركا 18 بيت والهداف تاع البريمير ليغ في هذاك الوقت ماركا 21 بيت اللي هما صون وصالح. مي 18 هادوك انت دير في بالك السيد ماركا 18 بيت تما صحابو زادو ماركا وشويه بيوت هكا على الاقل على الاقل كلاسيو 30، مي هما في الصح كلاسيو 60 بالبزاق بالسيف بالسيف باش كلاسيو 60 دوكا يلعبوا يوروبا ليغ اللي رانا رايحين ليها احنا تاني. يبدو انا مش زعلان والله، ما فيش حاجه، في ايه انت فاكرني زعلان؟ يا عم مفيش حاجة يا عم. المهم العام اللي فات كانت كاينة ايكيب واسمها واتفورد اللي تبعوا بريمير ليغ على بالهم واش راني نحكي. واتفورد ليكيب هذه الخدمة تاعها تطلع المورال لي زيكيب الاخرين، زعما ليفربول عندها بزاف ما ربحتش وعندها بزاف ما ماركاتش والمورال له هابط والونترينر راح يتحاوز لي جواري عايروهم، تلعب ماتش مع واتفورد تضربهم خمسة والمورال راهو في السماء وهي رايحة. اليونايتد هما تاني كانوا في فترة صعيبة بزاف، كانوا جايبينها غير خسارة، تسمى لازم يطلعوا المورال تاعهم. هنا يا ودي طاح لهم ماتش كونتر واتفورد، وزيد عندهم رونالدو في لاطاك، تسمى البيوت اللي ما ماركوهمش في لي ماتش اللي فاتوا حيماركوهم كاع في هذا الماتش. بيميزكم شحال خلاص الماتش خالتي. 4-1 تقبوهم بالون، ونزيد لكم ديخية جبت زوج لي بيناتي، تسمى كان قادر يخلص 6-5 في هالجواية. المفيد كي ماركاو لهم البيت الأول. Loud. It's just a catalogue of poor defending from Manchester United. رونالدو زعما ضربهم بتبسيمة تاع ماركيتو لنا بيت برك، دوك نقاليزيو نربحكم. زادوا لهم الزاوية. He's expecting the ball across the face of the goal. وموراها زعما الدون خلاص، قال لك يا ودي كيفاه واتفورد تربحنا، مد اسيست لفان دي بي. لي سبورتر قاع داروا في بالهم سي بون اوفيسيال راح تصرى ريمونتادا، اليوم مدينة مانشستر نحرقوها خاطر اليوم تتخلط. في هذه الاثناء مور البيت الاول هذاك اللي ماركاوه الدون ديريكت خرج وحده مع الغارديا فاس فاس سي بون هذه ماركيها وعينيهم مغمضين خطاها خاوتي. ونفس السيناريو تاع الماتش تاع شيفيلد، ليكيب كومبليت حاول تقاليزي ابار واحد الانسان ما بانش حسو كاع اللي هو ماغواير. ماغواير يا خاوتي في الدقيقه 61 رفد واحد بسنتوره من دون سبب هكا كان جايز عليه رفدوه خبطوه في الارض، الاربيت جا ليه عطالو صفره وقال له راني سمحت لك هذا الخطر راني جوزها لك، حسبت لك ماغواير يتربى؟ لا لا موراها بست دقائق برك ماغواير وحده في الدفاع ما كان حتى واحد لاطاكون جاي ليه. ماغواير تفكر واحد اللقطه شافها في اليوتيوب حب يسييها، هو غير جاي يديرها هرب له البالون. دوكا عندك خيارين، الخيار الاول تخدم راسك وتسيي المهاجم اللي خطف لك البالون تخليه يبعد على البارة حتى يجوا اصحابك يعاونوك، وهذا الخيار نورمالمون هو الاحسن. اما الخيار الثاني اللي هو استعمل قبضة البعبع. بني 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 خاوتي بلا ما نقول لكم ماغواير واش دار، استخدم الخيار الثاني احكم السيد ضرب وهرسه خاوتي. الاربيت بلا ما يخمم جاليه ديرك زاد له الصفره الزاوجه وحاوزه من الماتش. هنا يا خاوتي تحس هاري ماغواير شغل هرب لهم من الماتش، شغل كاينه دبزه يا خاوتي وصاحبك هو اللي جاب الدبزه هذيك يهرب ويخليك يبندروك هاكا واش دار ماغواير. وكيما كان الحال زادوا لهم الثالث. شوال بيترو اجين ويتش يو بيليف ات وزادوا لهم الرابع. من الماتش هذا وروح المدربين كاع ولاو يمشوا بخطه سبيسيال اللي هي شغل هكا. هلا ايفريونز توداي وي بلاي اجينست مان يونايتد ارتا. السلام عليكم، اليوم سوف نلعب ضد فريق مانشستر يونايتد والخطه هي سهله جدا، ما عليكم سوى التمرير لمهاجمنا هاري ماغواير وهو سيتكفل بالمهمه. لا بروف بلي الخطه هذه صحيحه يا خوتي، في الماتش تاع يونايتد كونتر توتنهام لوك شو كان راح يبحر بالون في السماء، جا ليه هاري ماغواير نورمال شغل كلي ما كان والو جبدو من التريكو طيحو في الارض وزاد خلى لاطاكون يسبقو له البالون باش يماركيها. المشكل دوكا يا خوتي شغل واحد ما يقدر يعرش له في ليكيب خاطش هو الكابيتان، شغل كيما يما كي تكسر كاس وما كاش اللي يتجرا يحاسبها عليه هكذا. من الاخر خوتي الصراحه تقال هاري ماغواير مسكين خوتي، السيد فريجيدار يدور بالسيف
وليت غير داك لي زاتاكون كاع تحلبوا له بلي هو فريجيدار تما سجل لي كروشي تلقاه في الارض وما يقدرش الله غالب عليه الكور تاعو ما يسمحلوش. بصح الحاجه اللي ما قدرتش نفهمها لحد الان كيف حتى لدوك مازالو قادر يلعب شغل باش تلحق تمن ملاير بنادم يعرفوك تال محمار بزاف نسا تاع الكوزينه ويعرفوك. شغل خلاص العالميه الناس كاع على بالهم بلي انت حمار مي هكاك ومازالو مكمل فيها على هادي نتحيلو شغل على الرغم من الصعوبات مازالو يتدرب ويغلط ويماركي البارتو ويخرج بحمراء ما كذبش المثل اللي قال لك من الخطأ نتعلم. البروبليم برك هو شغل ماغواير ما حبش يتعلم كل دقيقة ديقة كبيرة على اللي سبقتها. شغل دوك نزيد نحكي لكم هادي غير كيما لعبت الانجليز والالمان تضرب طلع على التشكيل تاع الانجليز نجوم العالم حبيبي هاد الكيبان رمو متدي بها كوب دي موند هاري كين فودن بيلينغهام ديكلان رايس ريس جيمس يا ودي نقول لك هادو واعرين هاري ماغواير. شغل الخطة هادي تاعها الديفو تاعها هو هاري ماغواير مي هاد الخطرة راني حاس بلي بالك فيها خير السيد راهو يبان شغل تعلم من الاخطاء تاعو شوفوا في وجهه ها لحقت الدقيقة 49 الماتش فري مزير مي المشكل الحماس ما كاش هنا ماغواير قرر يزيد المتعة حب شغل الماتش يرجعو ممتع اكثر راح مد باسا غلطة لموتسيالا وخلاه يلحق ليه خلاه حتى دخل الديزويت رفدو بسنتورا وخبطو شغل مدلهم بيناتي باطل تحسو يلعب مع الالمان ومام في الانجليز هو الكابيتان تسمى واحد ما يقدر يعرش له على هذيك الغلطة تحسو شايد عليهم اتوات كابيتان في بلادو كابيتان في الكلوب والمشكل ماشي جوار شغل باش تلحق إيريك غارسيا اسوأ مدافع في التاريخ يكون خير منك هنا اسمحلي هنا تقبتها انت اسمحلي بلاستيك ماشي تاع بالون والمشكل هو ماشي فاشل برك شغل فاشل وزيد كابيتان تاع كريستيانو رونالدو اعظم مهاجم في التاريخ انسان اسطوره في كره القدم الكابيتان تاعو هاري ماغواير شوف الدنيا كيفاه تمشي دوكا نعطي لكم معلومه شغل قليل اللي يعرفها على بالكم بلي هاري ماغواير كون يزير روحه شويه برك يلحق كريستيانو في قائمه الهدافين تاع اليونايتد اصلا الغارديا تاع اليونايتد ديخيه اكثر مهاجم ماركالو بزاف هو مدافع اللي هو هاري ماغواير دوك السؤال اللي راهو يطرح في نفسه كيفاه بنادم هذا مازالو يلعب لحد الان جاوبونا في التعليقات المفيد خاوتي هنا رانا لحقنا لنهايه الفيديو تاع اليوم نتلاقى في فيديو جديد وبيس ما نخدمش في لاحه وراحه ما نهدرش اي بين الساحه ما تقدرش تجيبها قباحه ما نخدمش في لاحه وراحه